السلام عليكم، معكم قناة وصفات أم فدوى، تحياتي للجميع. وصفة اليوم خبز الزرع أو الشعير السائل اللي راح نخدموه غير بالملعقة، يعني ما تحطيش كامل يدك فيه. خبز الزرع هذا راهو سبيسيال للناس اللي يحبوا خبز الشعير الطري، خاصة الكبار في السن يحبوا ياكلوه مع كويس تاع البن ولا غرفية تاع شوربة ولا حريرة، راح اكيد يعجبهم. اذا عندك عجوزتك ولا شيخك ولا يمك ولا باباك ولا حتى ليك انتيا، حضري هذا الخبز الاكثر من رائع، جربيه ورجعي لي بالخبر، وبارطاجوا الكيفية بين ناسكم وحبابكم باش كامل يجربوه ويدعوكم. ونقولكم مشاهدة طيبة للجميع. اذا راح نعطيكم المقادير المضبوطة الخبز الشعير هذا، جبت الغيسيبيون تاعي حطيت فيه 2 كيسان تاع دقيق الشعير او دقيق الزرع، يكون نوعا ما رقيق، ما يكونش رقيق بزاف كيما الفرينه وما يكونش تاني خشين. زدت معاه نص كاس تاع الفرينه، وزدت معاه نصف ملعقه كبيره تاع خمارة الخبز اللي راح تعطينا تاني هشاشه وطراوه للخبز تاعنا، يعني يجينا مفشفش من الداخل. برك حبيت نفهمكم على هاد دقيق الزرع، انا كي نشريه يعني كي نشري كميه كبيره ندير فيه دائما الملح باش ما يفسدليش ويشد لي مده طويله وما يغملش. دونك نتوما اذا كان عندكم خبز الشعير يعني اللي يكون نورمال ما فيش الملح، ديروا كميه الملح تقريبا 1 ملعقه صغيره اللي تكون ممسوحه. هذه كملاحظه فقط، انا الدقيق تاعي راه فيه ديجا الملح. جبت 2 كيسان تاع الماء اللي يكون من الحنفيه، ماء عادي، وبديت نلم في الخبز تاعي بالملعقه فقط، ما تمسوش كامل بيديكم غير بالمغرفه، وبداو تخلطوا فيه مده دقيقه فقط ماشي بزاف. خلطوا مليح المكونات، من بعد نضيفوا 2 ملاعق كبار تاع الخل باش يعطينا هذيك الحموضيه اللي تجي في كسره الزرع او خبز الشعير اللي نعرفوها كامل. من بعد راحين نضيفوا زيت زيتون، يعني بعد ما يرتاح لنا الخبز تاعنا راح نضيفوا له شويه تاع زيت زيتون تاني، راح تعطيه بنه ولا اروع وتعطيه تاني طراوه ويجينا بزاف هايل ومفشفش. دونك كيما راكم تشوفوا نخلطوا مليح المكونات كما قلت لكم مده دقيقه. هذه هي او هذا هو القوام تاع خبز الزرع تاعنا السائل، يكون هكذا ليكيد تقريبا كما راكم تشوفوا سومي ليكيد. نغطوه بصحن ولا بلاستيك ولا بسربيته ونخلوه يتشرب مده 20 دقيقه، هذا سريع يعني ما راحش يشد لكم بزاف الوقت. ومن بعد راحين تحصلوا على هذا القوام، يتشرب لنا هذاك دقيق الزرع الكميه تاع السوائل، يعني يبقى نوعا ما جاري ولكن ماشي جاري كما كان. نضيفوا له 2 ولا 3 ملاعق تاع زيت زيتون اللي راح تعطيه بنه ولا اروع، يعني يجي بزاف بزاف هايل مفشفش طري ويجي بزاف بنين. الوغ نزيدو نخلطوا هذاك زيت الزيتون كما راكم تشوفوا، وانا ديجا راني مسخنه الفرن تاعي، يعني سخنوا الفرن مليح مليح باش يطيب لكم الخبز تاعكم، يعني يطيب لكم احمر وبزاف شباب. جبت السنيوه تاعي بعد ما دهنتها بشويه تاع الزيت ورشيت عليها دقيق الزرع كما راكم تشوفوا، وننزل عليها هذيك العجينه تاع كسره الزرع او كسره الشعير تاعي كما راكم تشوفوا، وغير بالملعقه ما نمسوهاش كامل بيدينا غير بالملعقه، نسقموا لها السطح تاعها. تحبوا الخبز تاعكم يجيكم رقيق بزاف رقوه، تحبوه نوعا ما يكون فيه البابا ويجيكم خشين ديروه خشين، يعني على حساب الاذواق تاعكم. وغير بملعقه كما راكم تشوفوا تسقموا له الجوانب، تزيدوا تسقموا له السطح، فوالا بهذه الطريقه. ورشيت عليه غير شويه هكذا تاع دقيق الشعير ولا دقيق الزرع من فوق بيسك درتو ليا، دونك حبيت هذيك القرمشه اللي تجي من فوق. من بعد درت ثقب في الوسط حتى بصبعي ودخلت الخبز تاعي يطيب. بالنسبه لمده الطهي تقريبا 25 دقيقه، كي تشوفوه حمار حطوه في الوسط، كي تشوفوه حمار من تحت يعني بدا يتحمر لكم من فوق، ثم خلوه غير في الوسط وشعلوا عليه من فوق باش يزيد يحمركم يدي لكم هذه التحميره الاكثر من رائعه. من بعد ما تجبدوه خلوه يبرد نوعا ما، يعني غير في السنيوة تاعو غطوه باش يبقى لكم طري، غطوه بسربيته وخلوه يبرد. من بعد نحوه يعني ديمولوه من البلاسباتول ولا نحوه، وتتحصلوا على اروع خبز يعني اكثر من رائع بزاف بزاف بنين، ويجي الطري كيما راكم تشوفوا يجي هكذا مشقق، يعني دليل على الطراوه تاعو. خبز ساهل ماهل وما يشدش الوقت، يعني تقدري تبيتيه ليله كامله باش يزيد يحماض لك، ولكن اذا حبيتيه يعني تكوني مقلقه وحبيتي ديريه حاجه سريعه وسهله ديري هذا الخبز او الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ما تنساوش تفرحوا به العائله تاعكم وزيدوا تبارطاجوه بين ناسكم وحبابكم اصدقائكم باش كامل يجربوه. ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو في رواحكم، لنا لقاء في وصفات اخرى باذن الله، مع السلامه.